محمد. اشتد أذى قريش بعد وفاة أبي طالب، وغمر الحزن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الوفية الحنون خديجة، ولاقى العنة والصلف من ثقيف في الطائف، وعاد لمكة بعد أن بث أحزانه وأشجانه لربه، مجدداً العزم على المضي قدماً في تحمل المسؤولية في نشر الدعوة، مستهيناً بكل صعاب أمام رضا الله. وكان الإسراء وكان المعراج رحلة مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما لاقى من أحزان. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. بعد أن فرغ الملكان من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ولأمه، أسري به إلى بيت المقدس على البراق، حيث صلى بالأنبياء ووصف هيئاتهم، ثم عرج به إلى السماء السابعة مارا ببقية السماوات الست، ملتقيا بالأنبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى بن زكريا وهارون وموسى وإبراهيم، وقد سمع صريف أقلام الملائكة وفرضت عليه الصلاة. وقد وصف سدرة المنتهى، ووصف البيت المعمور ونهر الكوثر وما رآه من أنهار الجنة، ورأى عذاب الذين يغتابون الناس، واختار اللبن حين حملت إليه كؤوس الخمر والعسل واللبن، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة السماوية الربانية، وأخبر قومه بما كان من أمر الرحلة، فصدقه المؤمنون وكذبه المشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال:
فرفعه الله إلي، أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به. لقد افتتن المشركون، فمن مصدق ومصفق، ومن متعجب ومعترف بصحة وصفه لبيت المقدس، وارتد بعض المسلمين. وحين أخبر الصديق بالإسراء والمعراج قال: لئن قال ذلك لقد صدق. فقالوا له: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لأصدقه إلى ما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. ولذلك سمي بالصديق. لقد كانت حادثة الإسراء تطمينا ومواساة لرسول الله، وفتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وكفرهم. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم.